السلام عليكم، معكم مهند غلام 050-516-3525. اليوم معانا سيارة جديدة تانية من شيفروليه من بنفندق الاستيراد، ده مفتاحها. نشوف هي أي سيارة، ناس كتير كانت مستنياها. كابتيفا 2021، شيفروليه كابتيفا 2021. يعني احنا شايفين سيارة شكل جديد تماما، 1.5 توربو، 149 هورس باور. الجير تبعها سي بي تي زي ما احنا شايفين، هي اسمها ال تي واقفه قدامنا. شكل جديد تماما، نشوفها من الداخل. نشوف الفرنكه حواليها. ممكن نشوف. اوكي، اسود بيانو بلاك. تحكم في المرايات، ده ديجيتال مع ار بي ام. ده شكل الستيرنج، دي فئة ال ال تي. بيجي منها 5 ركاب او 7 ركاب. السيارة اللي قدامنا حاليا هي 7 ركاب. ندخل نشغلها. شاشة كبيرة ما شاء الله. تحكم في الأبواب، تراكشن كنترول، أزرار. مساحة ما شاء الله. مكيف خلفي مهم جدا طبعا. في سيت ورا حزامين، يعني 2 ركاب. نشوف المساحة الخلفية. سيبينج فلات. رائع ما شاء الله. بالبيت هاي طبعا شكله اجريسيف. بصمة تتزق على الأبواب، تشغيل البصمة. اوكي، باب الحجز مفتوح طبعا، 050-516-3525. معاكم مهند غلام، اهلا بكم في ابو حميده للسيارات.